بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم طلاب الصف الخامس في مادة التوحيد. اليوم راح نتحدث عن درس من الوحدة الثانية، وهو الدرس الخامس من أنواع العبادة. من أنواع العبادة وهو الاستعاذة والاستعانة. يسعى الشيطان إلى إغواء الناس وإفسادهم، فيدعوهم إلى فعل الشر وترك الخير، ومن ذلك سعيه لشغل المسلم عن قراءة القرآن حتى لا يقرأ، أو شغله في أثناء القراءة حتى لا يخشع في قراءته. ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة يا شباب، تعريف الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله وطلب الحماية من كل مكروه. معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما معناها؟ المسلم إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو يلتجئ إلى الله ويطلب منه أن يحميه من الشيطان الرجيم ووسواسه. ما يستعاذ بالله منه؟ تشرع الاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذ وعدو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الاستعاذة بالله افتقار إليه. إذا استعاذ المسلم بربه جل وعلا فهو يعلن أنه مفتقر إلى الله ومعتصم به تعالى وملتجئ إلى ربه وخالقه. الآن راح نتحدث عن النقطة الثانية، وهي الاستعانة. تعريف الاستعانة: الاستعانة هي طلب العون من الله تعالى في أمور الدين والدنيا. المسلم لا يستعين إلا بالله. المسلم يستعين بربه دائما ولا يستعين بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن ذلك من الشرك. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والتقويم يا شباب واجب. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.